بداية لا بد من التفكير إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها عموم الصحراويين والأطفال بالخصوص من لدى البوليساريو هي ليست وليدة اليوم، بل منذ بدء المراحل الأولى للترحيل القسري للصحراويين وفرض واقع الاحتجاز في مخيمات على التراب الجزائري. تم فصل هؤلاء الأطفال عن أسرهم بتهجير قسري ممنهج، سواء ببعثهم إلى مراكز التدريب بالمعسكر الشرقي آنذاك، الحرب الباردة، الجزائر وكوبا وليبيا، القذافي إلى غيرهم، أو تشتيتهم لدى عائلات أوروبية وغيرها، حيث استلاب الهوية وما إلى ذلك من تفكك أسري. إذن القنبلة التي تتحدثون عنها هي قنبلة تهدد الاستقرار والأمن، ما دامت أن البوليساريو هي جماعة مسلحة عقيدتها حربية، وهذه الجماعة الانفصالية المسلحة والجزائر تتقسمان مسؤولية تجنيد أطفال مخيمات تندوف، ما دمنا نحتفل اليوم العالمي للطفل، وبالتالي فإنهما متورطان في ارتكاب جريمة حرب. فلا بد هنا كذلك من التذكير بأنه على الرغم من التقدم المحرز على المستوى المعايير الدولية لحماية الأطفال خلال العقود الثلاثة التي أعقبت دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 حيز التنفيذ من صكوك دولية، صنفت تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة كجريمة الحرب، لا زالت هناك استثناءات تتعلق بمجموعة من المواقع التي سبق ذكرتموها في تقديمكم، ومن بينها للأسف الشديد القنبلة الموقوتة التي تهدد الفضاء المغاربي والمنطقة الإفريقية من حيث هذه العقيدة التي يتم تكريسها في عقول هؤلاء الأطفال وتجنيدهم في خرق سافر لكل الترسانة المعيارية الدولية الملزمة. نعم.